عشان نعرف رسمات أخرى، في شيء تعريف مهم أفضل إنه إحنا نعرفه قبل، اللي هو تعريف التيبلز أو تعريف الجداول. فرضا أنا عندي مجموعة بيانات أبى أطلع عدد المرات اللي تكرر فيها عدد معين. فمثلا عندي في مجموعة بيانات empty cars العمود gear عندي 3 قيم هي اللي تكررت، 3 و4 و5. فلما أكتب table empty car dollar sign gear حيطلع لي كم مرة تكرر العدد 3، كم مرة تكرر العدد 4، وهكذا. نفس الشيء في الامتي كار سيلندر، تفتكروا ما قلنا هي في 3 قيم ليها، 4 و6 و8. لو كتبنا قيم كلمة table حيقسم لي أو حيطلع لي عدد مرات التكرار لكل قيمة. وبس لقيم فردية أقدر أطلع table لقيم مزدوجة، يعني أقدر أكتب table empty car gear و empty car cylinders في نفس الوقت. كيف أستخدم table في إني أطلع ال probability table أو جدول الاحتمالات؟ جدا سهل وجدا بسيط. نكتب بعد ما نعرف ال table للقيم المزدوجة، أكتب كلمة prop.table وأكتب table، تعريف إحنا سمينا هنا table باسم t، فحأكتب t كوما واحد. واحد معناته أبغى يطلع البروبابيليتي بالنسبة للمحور X، أو 2 يودي يطلع لنا البروبابيليتي أو الاحتمالات للمحور Y. ولازم إحنا نكون فاهمين بالضبط إحنا نبغى البروبابيليتي لمين. أوكي، هنستفيد من تعريف التيبل والبروبابيليتي تيبل عن طريق إني أرسم stacked bar plot. أوكي، أو bar plot متقسم لأكثر من قيمة. فمثلا هنا أبغى أرسم 3 bar plot، كل بار فيهم مقسم ل3 أقسام، بحيث هذه الرسمة شكلها ثنائي البعد أو شكلها 2D، لكن في الحقيقة هي عبارة عن ثلاثية الأبعاد، لأنه عندي محور إكس، محور صاد، وعندي كل لون من هذه الألوان يمثل شيء آخر. أوكي، برضو نفس الشيء هذا النوع من الرسم أدفانس، ما طالب فيه لا في واجب ولا في معمل، لكن أباكم تفهموا لنفسكم، وإذا ما تفهموا تقدروا تعملوا سكيب لهذا المقطع. لكن كيف نرسم الـ stacked bar plot؟ نكتب bar plot نفس الشيء، لكن هنا هذه المرة حنكتب مركبة واحدة، وهي عبارة عن الـ probability table. هنا اخترنا يكون بالنسبة للـ y axis، وعرفنا legend عشان نقدر نفهم الرسمة، تكون عبارة عن القيم اليونيك للـ empty car gear اللي هي 4 3 5 زي ما انتم شايفين في الليجند في الرسمة، وينكتب جنب كل واحدة فيهم كلمة gear. سمينا الـ y axis باسم cumulative probability، أو يسموها بالعربي الاحتمالات التراكمية إذا ماني غلطانة، والمركبة x هي طبعا السلندرز. رسمة ثانية نقدر نستخدم مفهوم table فيها اللي هي الـ pie chart، أو الرسم البياني الدائري. لو عندي slices، شيء حسميه اسمه slices، عبارة عن جدول فيه له أرقام أو vector فيه له أرقام 10 12 4 16 8، وعندي شيء سميته labels اللي هو عبارة عن جدول أو vector فيه له قيم وصفية US UK Australia Germany and France، وبعدين أرسم ال pie chart عبارة عن هدول الاثنين اللي هو slices هي تكون القيم الموجودة فيها تتقسم على أساسها الدائرة، واللابلز الأسماء اللي حتتسمى بيها الأجزاء هي عبارة عن الشيء اللابلز اللي أنا عرفتها فوق. وسمينا الرسمة بتعريف المين pie chart of countries. أوكي، لو أضفنا إضافة بسيطة اللي هي كلمة call بمعنى color، حنقدر نعرف في جدول كل قسم إيش لونه، green, red, blue, white, black في صيغة vector برضو. وزي ما قلت تقدر تبحث في جوجل في طرق كتير لاختيار الألوان. لو إنه أنا برسم رسمتين ما أباهم فوق بعض لكن أباهم جنب بعض، هذا الشيء اسمه subplot. تفتكروا زي ما قلت لكم زي قبل شوية في رسمة البار بلوت كيف نعدل أبعاد الرسمات أو أبعاد صندوق الرسم في برنامج الآر عن طريق كلمة بار، نفس الشيء حكتب كلمة bar أبغى عدد الروز الـ MF rows يكون 1 بالنسبة لـ2، يعني 1 خط صيني خط صادي سوري ورسمتين موجودة فيه. أوكي، الرسمة الأولى عبارة عن plot وأحط الأمر حقتها، الرسمة الثانية أكتب برضو plot، لاحظوا مو line، وأحطها، حتطلع الرسمتين جنب بعض. طب لو حطيت أمر ثالث plot فين حيترسم؟ حيترسم في صفحة لوحده، وحتختفي هذه الرسمتين وحيطلع الرسمة الثالثة لوحدها.
آخر نوع من أنواع الرسومات وهو الجي جي ماب. حنستخدم هنا نوع باكج معين اسمه جي جي ماب أو جوجل مابس، اللي هو كيف نحمل هذه الباكج أول شيء، وبعدين كيف نعمل لها لود في البرنامج، بعدين نبدأ نستخدم كل الأكواد اللي موجودة فيها. في طريقتين عشان أعمل انستول ولود للباكج، إما طريقة كودينج أو طريقة مانولي، طريقة يدوية. فطريقة الكودينج، أول شيء حكتب install.packages وبين أقواس تنصيص جي جي ماب اسم هذه الباكج، وأسيب وأعمل run، أسيب ويعمل كل يعني بيخرج كل الملفات اللازمة لتحميل هذه الداتا الباكج. بعد كده أكتب كلمة، بعد ما يخلص نكتب كلمة library بين قوسين تنصيص برضو جي جي ماب، وهذا حيعمل لي load لكل الباكج في الR session الحالية. أوكي، أمر الانستول غالبا يحتاج تسووه مرة واحدة، أوكي، لكن أمر اللايبرري لازم تسووه في كل مرة تفتحوا فيه الجهاز أو كل مرة تفتحوا فيها برنامج الآر. الطريقة اليدوية عن طريق إنه في خانة tools من فوق نختار install package، بعدين أكتب في خانة البيضة اسم الباكج اللي أبغاه، أوكي، وأعمل install طبعا، وبعدها لازم أكتب library. أوكي، إيش فائدة هذه الباكج؟ إنه تقدر تطلع لي صور خرائط أو أرسم صور خرائط نفس اللي موجودة في الجوجل مابس. أوكي، فمثلا هنا أبى أرسم خريطة مدينة جدة، كل ما علي إني أكتب سميت الرسمة map مثلا، حأكتب get underscore map، في خانة اللوكيشن حأكتب اللوكيشن اللي أبغى اللي هو جدة، source عندي جوجل، map type أبغى road map، في أنواع طبعا تانية اللي هي satellite and so on، وأبغى يعمل زوم بمقدار 12، تقدروا تغيروا قيمة الزوم زي ما أنتوا تبغوا. بعدين عشان تترسم الرسمة، كل ما علي إني أكتب جي جي ماب بين قوسين اسم الرسمة اللي إحنا حطيناها فوق، وتلاحظوا رسمة مدينة جدة تحت. نقدر نستخدم كمان الجي جي ماب في إنه أطلع المسافات بين مدينة ومدينة أخرى. فلو أنا أبغى أعرف المسافة بين مدينة جدة والطائف وبين جدة والرياض، كل ما علي إني أسوي فيكتور فيلو، أول شيء from جدة وجدة هذا المكان اللي احنا هنبدأ فيه، to مكانين مختلفين اللي هو الطائف والرياض، بعد كده اكتب map dist معناته المسافة في هذه الخريطة، المركبة الصينية from، المركبة الصادية to، والمود ابغى driving لو بالسيارة، كيف كم حجم المسافة. نلاحظ انه حيطلع لي جدول بالمايلز بالكيلومترز بالسكندز بالمينتس بالساعات حتى، المسافة بين جدة والطائف في الصف الأول، وفي الصف الثاني بين جدة والرياض. كتلخيص لكل أنواع الرسومات اللي احنا أخذناها وعرفنا كيف نقراها، كيف نتعامل مع البيانات الكثيرة أو البيج داتا اللي فيها عدد مهول من الصفوف والأعمدة، هل منطقي إنه احنا مثلا نرسم رسمة فيها أوزان وأطوال أشخاص معين، كل شخص معين في العالم؟ هل هو منطقي؟ هل هو مفيد؟ هذا السؤال اللي احنا دائما نسأله قبل ما نرسم أي رسمة، إيش فائدة هذه الرسمة؟ ليش بالذات حختار دول المتغيرين عشان أرسمهم مع بعض؟ إيش حستفيد؟ أوكي؟ إذا في إمكانية إنه أنا أعمل أجمع مجموعة البيانات اللي زي بعض اللي لهم مثلا نفس القيمة، مثلا لو كان زي ما كان في السلندرز في قيم كثيرة عددها 4، في قيم كثير عددها 6، في قيم كثير عددها 8، خاصة أجمعهم في 3 مجموعات وبعدين أرسمهم، هذه الرسمة هتكون أكثر منطقية من إني لو رسمتهم عشوائيا أو رسمت كل البيانات متفرقة. ثاني شيء نقدر نقول إنه إحنا أهم أنواع الرسومات اللي هو الهيستوغرام، عشان هو يبين لي نوع الديستريبيوشن اللي حيساعدني إنه أفهم البيانات أكثر. كيف حفهم البيانات أكثر؟ مثلا لو هو كان نورمال ديستريبيوشن، كون انه هو normal distribution تنطبق عليه خصائص كثير واقدر اختبر اختبارات كثير عليه، لكن لو ما كان normal distribution مثلا حستثني من عدد من الاختبارات وحستثني عدد من الخصائص اللي ما حتكون موجودة في هذه البيانات. واهم شيء لا تنسوا انه شاشة الكمبيوتر البيكسلز حقتها limited او محدودة، والانسان الحمد لله يعني هو بقدراته العقلية وقدراته الجسمية هو اللي يعني قدراته لا محدودة، فمو اي شيء نقدر نتخيله شاشة الكمبيوتر تقدر تطلع لنا النتائج بالضبط زي ما احنا نبغى، لازم ما حيكون في نسبة خطأ. اوكي، important tips عشان لما ترسموا اي رسمة، واتمنى رجاء انكم تستخدموها في تطبيق اللاب او في تطبيق الواجب الاول اللي حينزل بعد شوية،
أول شيء إنكم تستخدموا الألوان. الألوان جدا جميلة وجدا رائعة وتدينا بهجة وسعادة، فيعني ليش ما نستخدمها؟ ليش دائما رسماتنا لازم تكون بالأبيض والأسود؟ أبحثوا في جوجل كيف نلون الرسمات في الآر، ورجاء استخدموا ألوان مختلفة. تاني شيء استخدموا المالتيبل سب بلوتس لو انتوا تبوا تقارنوا بين نوع بين نوعين من الرسمات. استخدموا 3D plots زي ما شفنا في ال stacked bar plot، لأنه هذا يدينا مفهوم أكتر وعمق أكتر للبيانات اللي موجودة عندنا. كمان إذا كانت ال dataset كبيرة زي ما قلنا، حاولوا إنكم تلخصوها أو تجمعوها في مجموعات قبل ما إنه إحنا نرسمها. لا تنسوا زي ما قلنا إنه الكمبيوتر البيكسلز محدودة. كمان انتبهوا انه الاكسس ليميت يكون مناسب للرسمه اللي احنا نبغاها، ما يكون صغير وما يوضح لنا الشيء اللي احنا بنحاول نشوفه في الرسمه. اوكي، واخر شيء الرسمه الجيده اللي هي ما تكون فيها خداع او فيها ضحك بالاذهان، او انه اصغر الاكسس ليميت عشان يبان شيء معين غير اللي مفروض يبان. كثير من الدراسات الاحصائيه للاسف يكون فيها في رسماتهم البيانية خداع جست عشان إنهم يثبتوا نقطة معينة وينشروا هذا البيبر أو ينشروا هذا البحث. نجي لللاب سيشن. عندنا هنا مجموعتين بيانات، كتبت لكم إيش اسم اللايبرري اللي تحتاجوها وكيف أباكم تسموها، يعني بالضبط تعملوا بس انستول للآر كيرل باكج زي ما أخذنا في هذه المحاضرة أو في المحاضرة الأولى، وبعدين تنسخوا هذه الأوامر اللي هي كيف أباكم تقرأوا بيانات موجودة في موقع معين وأباكم تسموهم. نفس الشيء البيانات الثانية موجودة في موقع معين وأباكم تسموها، وأباكم ترسموا 3 أنواع من الرسمات. أول شيء الباي شارت، ثاني شيء أباكم ترسموا توضحوا الريليشنشيب بتوين هذه الـ variables الموجودة في الـ dataset، وآخر شيء ترسموا الـ histogram لجزء موجود من هذه البيانات. أهم شيء بعد ما تحملوا البيانات وبعد ما تقرؤوها إنكم تعملوا لها visual، يعني تطلعوا تكتبوا head واسم البيانات عشان تشوفوا إيش أسماء الأعمدة اللي أنتوا هتستخدموها، إيش أسماء الصفوف، وهكذا يبان شكل البيانات أوضح. وشكرا لكم، إن شاء الله تكونوا استفدتم من هذه المحاضرة. أي سؤال رجاء أكتبوه في تجمع أسئلة المحاضرة الثالثة. سعيدة بمجهودكم وشكرا لكم.